مع تفشي فيروس كورونا علق عشرات الطلاب اللبنانيين في إيطاليا ما أن تعذرت عودتهم إثر إلغاء رحلاتهم، إضافة إلى فرض السلطات الإيطالية الحجر الصحي في البلاد. هم طالبوا الدولة اللبنانية بالتعاون لإجلائهم، لا سيما أنهم لا يملكون ما يكفي من المال للاستمرار في الحجر الصحي في إيطاليا. الدولة الإيطالية ما قادرة تعمل فحوصات للناس اللي نازلة على لبنان. طبعا هذا سبب غير مقنع. كطلاب كجالية لبنانية بنطالب الدولة تأمن خروجنا من إيطاليا. إذا مش الحال ونزلنا على لبنان نحن حنتعهد بالالتزام التام بالحجر الصحي عند وصولنا إلى الأراضي اللبنانية. لأن الطالب اللبناني من ميلة عم يعاني الأزمة المالية الاقتصادية من لبنان وعدم قدرة الأهالي على إرسال الودائع، على إرسال المساعدات والتحويلات المالية من لبنان إلى إيطاليا، كون البنوك عملت إجراءات على هذا الموضوع، ومن جانب كمان عدم قدرة الأهالي اللبنانيين إنه يرسلوا مساعدات إلى أولادهم بإيطاليا، خاصة بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية على العملات الأخرى، فهذا شكل مشكلة كتير كبيرة لبعض الطلاب. بدأت وتيرتها من ابتداء من مطلع السنة من سنة 2020. نحن على أثرها كمقيمين بإيطاليا نظمنا خلية طوارئ لمساعدة الطلاب بالتنسيق مع السفارة اللبنانية والقنصلية اللبنانية في روما وفي ميلانو، لنقدر نقدم المساعدات المالية واللوجستية للطلاب. سفيرة لبنان في روما ميرا ظاهر أكدت أنها لن تترك الرعاية في منتصف الطريق، لأن الطلاب حتى اليوم لا حل أمامهم سوى الحجر المنزلي في انتظار الفرج.